من وجهة نظري أنا شخصيا إن ده لقاء أهم من اللقاءات التي تمت خلال هذه القمة. أيوه. وبرضو أنا بتمنى وبتعشم طبعا إن اللقاء اللي كان تم ما بين وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية السوداني قبل اللقاء السيد الرئيس مع الرئيس البشير يكون يعني أحدث بعض التوافق في الرؤى ويعني قرب وجهات النظر. وفي لقاء الرئيس البشير والرئيس السيسي علشان لما نيجي نجتمع في الاجتماع الثلاثي تبقى يعني الأمور فيها أكثر وضوحا وشفافية ما بين الزعماء الثلاثة. اللقاء ده هيكون هام جدا لأني أنا بعتبر أن دي يمكن تبقى يعني آخر بقى مرحلة وصلنا لها في الارتقاء بمستوى التفاوض. يعني كان وزير الري وبعدين وزراء خارجية وبعدين النهاردة لا وحصلت قمة ثلاثية قبل كده فعلا وحصلت قمة ثلاثية بس دي يعني احنا في القمة حصلت قمة برضو ما بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي في القاهرة وتم فيها طرح الاقتراح المصري بمشاركة البنك الدولي. فكان الرد الرئيس الوزراء الاثيوبي ان احنا هنجتمع مع الجانب السوداني ونقرر ولم اول ما راح رفض قال يعني احنا نرفض هذا الاقتراح. ما اعرفش هل تم اللقاء مع الجانب السوداني او لا ولكن يعني رفض مشاركه البنك الدولي ده حقيقه بيعظم من دورنا احنا وبيدينا نقطه قوه لان